كل حفلة أشتري لها مثلا شنطة وفستان. بعض الناس تدري يعني جزاهم الله خير يعني، معلش بقطع كلامك بالخير، الفستان في لون بلون معين، لازم الشنطه نفس تكرم الجوتي وحتى الاكسسوارات يعني تتبعها اشياء كثيره يعني. لا لا ابصم انك بتفتح محل. اي جزاك الله خير، مساعة تسال عن شو اسمه الحين، عندنا خبره. بارك الله فيك اخي الحبيب، اتقوا الله ما استطعتم. حنا ما نقول يا جماعة الخير لا تصرفون ولا تبذلون ولا كذا، والواحد يعيش عيشة التقتير وعيشة كما يقولون البخل. لكن يا أخي الحبيب، أنا عجبوني مرة ناس من اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم، شو يسوون بارك الله فيك عمي عقيل، بعد كل سنة يحبون صراحة يشترون يعني فساتين وغالية، بعد كل سنة يجمعون فساتين العائلة وهم ناس أغنياء ويسوون عليها مزاد. يعني الفستان اللي يلبسوه مرة في العرس وكان قيمته 50,000 تنزل قيمته مثلا إلى 30، ومن هذا المال يشترون وينفقون، وبكذا يكون الإنسان أرضى الله سبحانه وتعالى وأرضى نفسه. شوف دائما خذها قاعدة يا عمي عقيل، حنا عندنا في المثل الشعبي يقول اللي يبي الصلاة ما تفوته، اللي يبغى رضا الله عز وجل ما رح يعني يتيه وما رح يعني يحتار في أنه يتلمس رضا الله سبحانه وتعالى. فالله الله أن يرضى الله عنا، وأن تكون يعني أموالنا وبيوتنا ويعني حياتنا مباركة، وأن الله سبحانه وتعالى يكون قريب منا في جميع الأحوال. واسمحوا لي إذا أخطأت في كلمة أو شيء أو زليت، فأستسمح منكم يا شيخ عقيل. مالك لك الخير ما شاء الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير على الكلمات الطيبة. كلمة أخيرة الشيخ أحمد، يعني إحنا في نعمة، صح، في خير، نعم، يعني كثير منا الحمد لله في خير ونعمة، صح، خصوصا احنا أهل الخليج، صح، فهاي النعمة ترى زوالة، الواحد كيف يحافظ على النعمة هذه، يعني كلمة توجهها في نهاية هذه بارك الله فيك في دقيقتين وجهها. بارك الله فيك، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. أنصح نفسي المقصرة في حق الله عز وجل ثم إخواني بهذه النصيحة: المعاصي والبعد عن الله عز وجل والتبذير والإسراف، كل هذه العوامل تستجلب غضب الله عز وجل، فإذا غضب الله علينا سلب منا هذه النعم، فإذا سلبت هذه النعم لن تعود إلا يعني بعودتنا لله عز وجل. فالله الله في إرضاء الله سبحانه وتعالى على جميع المستويات، من حكامنا ومن شعوبنا ومن أهلنا ومن أخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنا جميعا، وأن يبارك فينا ويبارك لنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ أحمد على هذا اللقاء، وتعدنا بلقاءات جاية إن شاء الله بعون الله. إن شاء الله يبارك فيك، جزاك الله خير، نشكرك على هذه الحلقة الطيبة، وجعل الله هذه الكلمات في ميزان حسناتك، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. للشيخ إن شاء الله محاضرة، يا ريت الإعلان يطلع بس نقرأ. يسر صناع الحياة دعوتكم لحضور محاضرة قرآني نور حياتي لفضيلة الشيخ القارئ المعروف أحمد بن علي العجمي، وذلك يوم السبت اللي هو اليوم الساعة 4 مساء وحتى الساعة 5:30 في قاعة جمعية قطر الخيرية والدعوة للنساء فقط، ويمنع اصطحاب الأطفال. قطر الخيرية طبعا اللي عند المول، دلونا في المطار، منطقة المطار، يعني بعد ساعة الآن ما بقي غير ساعة، بلحق إن شاء الله بيتغدى مجبوس فقع عند الوالدة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تروح بعون الله إن شاء الله المحاضرة. ونشكر على هذا اللقاء. إذن إخواني وأخواتي، ستتواصل رحلتنا بعون الله معكم أيها الأحبة حول الفلوس والنفوس، لكن بعد أن نؤكد أحبتي أن الإسلام لا يحرم الحلال ولا يضيق على الناس، لكنه يعتبر التبذير والإسراف من أمراض الناس، كما أنهما من أمراض المجتمعات، لأن كل منهما يفضي إلى سلوك المترفين في التوسع والاستهلاك غير المبرر، ويشجع على الاستمتاع المحرم، ويجعلنا نلقي حقوق الآخرين في الزبالة، وربما جعلنا نستسهل إنفاق الألوف والملايين في الحرام، ونرفض إخراج الزكاة المفروضة. ومن المؤكد أيها الأحبة أن لكل منهما أضراره السلبية على الجسم وعلى النفس وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الدنيا والآخرة. وكما أن أيضا من المؤكد أن الإنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم إنا نعوذ بك أن
نكون من المبذرين إخوان الشياطين أو من المسرفين أصحاب النار، ونعوذ الله ونعوذ اللهم برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك يا رب. لا تحوجنا لذلك، واجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. الحلقة ستعاد الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله.